أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: عندنا في الجامعات أساتذة يقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا سيئة، فإن لم نجلس إلى محاضراتهم يرسبوننا في الاختبارات، فما نفعل؟ ما يكفي أنكم تجلسون محاضراتهم، يجب تضبطون كلامهم وترفعون به إلى المسؤولين، ما يتركون هؤلاء. كونكم ما تحضرون ما يحل المشكلة، احضروا وسجلوا عليهم ويضبط عليهم أن تقولون، ويتخذ في حقهم الإجهاد الرادع إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.